اهلا اهلا، كيف دايرين اخواتي الغاليات؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ الامور ديالكم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، خصكم خير. والفيديو ديال هذا النهار هذا يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد، دائما روتينات تحفيزيه اللي كيشجعونا وكيحفزونا اننا نتوقدوا هكايا ونقضيو شغلاتنا. اليوم ان شاء الله بديت معكم النهار ديالي كيف ما شفتوا، دزت هكايا غادي نجمع ان شاء الله غرفه النوم. وبغيت نقول لكم بلي المهم ماشي هو التغيير شي حاجه، ولكن المهم واحد التغيير اللي هو جد بسيط، هو انني لولي كانت عندي دايره في الجهه ديال البابي بان. دائما كانت عندي تيت دولي محطوطه على الجهه اللي فيها البابي بان، ودابا وليت دورتها. يعني من نهار اللي درت البابي بان وانا دائما هذاك تيت دولي ديما كنخليه في هذيك الجهه، صافي هو يطلع ليا في راسي ديما الناموسيه محطوطه على داك الحيط اللي فيه البابي بان. قلت اجي نغير واحد شويه، وليت رجعته في هاد البلاصه هادي، يعني رجعت قلبت الناموسيه. مهم درت قلب شقلب وصافي، غير هكا باش كنبدلو شي شويه. راكم عارفين حنا دغيا هكايا كنملو، فقلت انايا نبدل هكا شي شويه. بالنسبه للاخوات القدامين هكا في القناه راه كانوا ديجا شافوا الفيديو اللي كنت دايره فيه البابي بان وكيفاش جات الناموسيه في هذاك الحيط اللي فيه البابي. دابا راه راني قلبتو لهاد الجهه، هو في الاول فاش كنا صايبنا بيت النعاس صايبناه على هاد الحيط هذا، يعني ماشي في الجهه اللي فيها البابي بان. غير انا يعني صافي درتو فاش درت البابي درتو في هذاك الحيط صافي، وبقيت دائما كنحط الناموسيه تمايا. المهم ماشي مشكل، غير بغينا نقلبو ونشقلبو شي شويه وصافي. المهم تغيير اللي هو بسيط، يعني كنحاولوا ما امكن اننا البنات كنغيروا راه باشياء اللي هي بسيطه، ماشي بالضروره اننا نشريو شي حويجات اللي هما جدادين باش اننا نقدروا نغيروا. لا، راه غير بحويجات بسيطه، باشياء اللي هي موجوده عندنا في الدار كنقدروا اننا نبدلو هكايا في دويرتنا. المهم كيف ما شفتوا انا جمعت البيت ديال النعاس، روتين المراه المغربيه راكم عارفين، مشاو البنات الصباح المدرسه، دزت هكايا كنجمع الدار، جمعت البيت ديالي هو الاول كيف ما شفتوه، عطرتو، دزت هكايا الكوفوز ديالي حتى هو جمعتو، حيدت شي حويجات ما بقاوش صالحين لتا شي حاجه وصافي. وعاد باش دخلت البنات مباشره الكوزينه، هنايا كان عندي واحد ديسير جابو من الدار يعني بالليل، يعني كان جابو ليا بالليل صافي، خليته قلت حتى الصباح. هذا باش وليت نط وقديته هكا، غير دخلت للكوزينه، الكوزينه راه صابحه مجموعه الحمد لله، يعني بالليل راني كنجمعها كنطيها، يعني باش الصباح كتصبح ليا مطرفه مجموعه من غير داكشي اللي زعما غادي نوجد للبنات انهم يديوه معاهم المدرسه. المهم جمعت هذاك الديسير ديالي حطيته في الشبيكه اللي كنحط فيها هكا الديسير، وحيدته عليا باش ما يبقاش في البلاستيكه. وعاد ديك الساعه مباشره غادي ندوز باش غادي نوجد ليا الفطور ديالي. راكم عارفين، راه وليتو عارفين السيستم ديالي، هو انني يعني حتى كنوض الصباح نجمع الدار نقضي هكايا شحال من حاجه في الدار، وقيت اللي كيوصل فيها الوقت انني خصني نفطر راه كنفطر، ولا ملي كنحس براسي يعني جاني الجوع راه كندوز البنات كنفطر. هنايا هاد الصباح هذا انا دائما يعني ملي كنكون بوحدي فدائما كنفطر بالقهوه، اولا مره قهوه كحله، مره الحليب بالشوكولات، مره حليب ونيسكافي. المهم كل مره ملي تيكونوا معايا البنات ولا كيكون معايا منظر فديك الساعات عاد كنولي كنعمر براد ديال اتاي قليل هكا، الا بغاو القهوه مازال، الا كنت غير انا والبنات فكندير ليا هكايا الحليب بالشوكولات كديروه لينا كاملين وكنشربوه. اما حتى منظر راه ما عندوش مع الحليب وما تيشربوش كاع نهائيا، الا كانت فيه شي شويه القهوه راه كيقدر انه ياخذ منه غير واحد شويه. المهم درت ليا هنايا كويس ديال القهوه نيسكافي، ما كنديرش البنات في القهوه السكر نهائيا. بازال اتاي البنات ولات انني كنشربو، يعني كنشربو هكا فيه واحد شويه ديال السكر، اما بالنسبه للقهوه فسون سكر، يعني ولفتها خاص غير تولفوا انكم الحاجه تبداو تنقصوها بشويه بشويه صافي كتولفوا البنات صافي. درت ليا هنايا واحد المليويه، هاد المسمنات هادو راه كانوا عندي من نهار العيد باقين عندي، فقلت انايا نفطر ان شاء الله بواحد المسمنه، ناخذها كمسمنه دهنتها بفريماجه وغادي نزيد ليها واحد شويه ديال الشكلاط. فصراحه كيجي كيحمق انكم ديروا فرماج
وتزيدوا ليها كش شويه ديال الشكلاط كيجي فن البنات. المهم كل مره وباش كنفطر على حسب الكانه وعلى حسب شنو متوفر عندي هكا في الدار، فمره خبيز مع زبيتينات مع فريميجا، كل مره وشنو مره حريشه. ديك النهار تشهيت حرشه درتها. المهم كنشوف على حسب داكشي اللي كيكون متوفر عندي في الدار راه كنجبدو وكنقضي به. هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. صافي غادي ندوز ان شاء الله نفطر، وهاد الوقيته نعطي راس الراحه التامه. صافي يعني كتكون الدار مجموعه كتكوني عارفه البروغرام ديالك اشنو غادي توجدي للغدا، يعني كلشي كتكوني دايره ليه بروغرام. والله البنات الا صراحه كدوزوا نهاركم مخير، سيرتو ملي كتكون كل حاجه مقاده في بلاصتها، عارفه راسك باش غادا اشنو غتجبدي ديري للغدا، يعني كيكون كلشي دايره ليه بروغرام ديالو. والله الا كدوزي نهارك بخير كتقدي انك تجلسي وتعطي راسك الوقت وتعطي راسك الراحه، يعني تجلسي ترتاحي ديري هكا شي حاجه اللي هي كتعجبك. بحال مثلا انا صافي غادي ناخذ ان شاء الله الفطور ديالي وغادي ندوز هكا نجلس ناخذ التليفون ديالي نقرا الميساجات ديالكم ونجاوبكم عليهم. صافي وناخذ هكايا واحد نص ساعه نجلس نتسولاجا فيها، وعاد ديك الساعه نولي ندخل الكوزينه ان شاء الله باش غادي نكمل معكم الروتين ديال هذا النهار هذا. المهم البنات دابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نوض الغدا ديالي. هنايا راني كنت البارح بالليل جبت الدجاج ورقدته في العطريه، كان سبق ليا وبارطاجيت معكم هاد الصينيه ديال الدجاج كنديرها في الفران مع البطاطا والخضره. غير هو دابا ما غاديش ندير الخضيره، غادي ندير غير الزيتون والبطاطا. مالفا كندير هكا فليفله، كندير سميتو هذا مطيشه، يعني خضيره هكايا باش هكايا كنوعوا في الماكله ديالنا. دابا قلت انا غادي نديرو غير بالبطاطا والزيتون، كيجي من قولش لكم البنات كيجي خطير خطير. وبالنسبه للعطريه ديالو راه درت غير ثومه ربيع الملح بزاف، خرقوم شويه ديال التحميره شويه ديال السكنجبير، ودرت البنات شويه ديال لاصوص ديال السوجا وتوما بطبيعه الحال، شويه ديال الزيت وشويه ديال العصير ديال الحامض باش هكا كيجينا الدجاج فتي. هو اصلا الا خديتو الدجاج ديالكم ورقدتو هكايا ليله قبل ولا عطيتو هكايا واحد سويعه المكانه راه كيجي هكايا فتي وزوين. هنايا البنات درت هنايا واحد شويه ديال البطاطا اللي درتها تسلق غير نص سلقه مع شي شويه ديال الملحه، يعني ما نديروهاش تسلق بزاف حتى تهرى لينا، حيت مازال غادي ندخلوها ان شاء الله للفران وغادي تكمل ديك الساعه الطياب ديالها مع الدجاج. يعني غير تطلع فيها مثلا ديك الغليه صافي حيدوها وديروها ان شاء الله في المول هكا اللي غادي تدخلوه للفران. هادو من ضمن الحوايج اللي كيعجبوني البنات هي هاد السوينيه هادي ديال الدجاج، واش ليكم كتحمقني بزاف. صافي غادي نقادها بحال هكا صافي، وغادي نستف ان شاء الله دوك الطريفات ديال الدجاج. انا راه قولوا البطاطا راه دخل ها شي شويه طياب ولكن ماشي مشكل، هانتوما شفتوا دخلها طياب. غادي نهز هذوك الطريفات ديال الدجاج صافي وغادي نحطهم هنايا. بالنسبه للدجاج البنات ديروا القياس اللي بغيتوا على حسب الاسره ديالكم والافراد ديال الاسره، بغيتوا ديروا غير الفخيضات بغيتوا ديروا الصدر هكايا ديال الدجاج، يعني اللي بغيتوا البنات تقدروا ديروا غير جنيوحات حتى هما كيجيو فنين. انا المهم هادشي اللي بقى عندي صراحه في الدجاج راني هزيته ودرته صافي. غادي ناخذ شويه ديال الماء غادي نزيدو هنايا، صافي غادي نولي نخويه من الفوق على هاد الدجاج والبطاطا باش كتجينا حتى ديك البطيطه مشربه ديك العطيريه ديالها. بغيتو تشدو البطاطا البنات وتشملوها هكايا في هاد لاصوص راه ديروها صافي. وهذا غادي ناخذ زويتينات والحامض، ناخذ هاد الحامض مصير نحطو هنايا وغادي ناخذ زويتينات. بالنسبه للزيتون انا راني ديجا يعني مني كنجيبو كنغسلو وكنديرو في قرعه وكنولي ندير عليه الماء عادي
ضروري الزيتون هكا ملي تجيبوه غسلوه وعاد ديروه في قريعه. صافي البنات غادي نغطيه ان شاء الله بهذا الورق ديال الزبده صافي، ومن الفوق ديروا عليه الالومنيوم. بالحق حتى ديروا الورق ديال الزبده ديروا الالومنيوم باش هكا كيتسمط وكيطيب لكم ان شاء الله مزيان، وواحد شويه هكا ديال الزويته وصافي. يلا حبوباتي ندخلوه ان شاء الله الفران، نتلاقاو من بعد. المهم البنات دابا ان شاء الله غادي ندوز، بغيت نوجد معكم واحد تشيز كيك هكا غادي نوجدو ان شاء الله نبارطاجيه معكم. هنايا عندي 250 غرام ديال بيسكوي ولا صابلي ولا اللي عندكم في الدار. انا هنايا هذا صابلي كنبقى عندي اللي كيدكدك وكيتهرج واللي كيتحمر ليا هكا شي شويه، كنجمعو البنات كندير به هكا تحليات، كندير به هكا تشيز كيك، يعني ما كنرميش. ها نتوما شوفوا، نتوما كان عندكم صابلي هو ديال الدار غتخدموا به، ما كانش عندكم راه ديروا صابلي اللي كنشريوه يعني جاهز، اولا اي بيسكوي نتوما كتفضلوا سوا ماريا سوا داك صابلي ديكو هنريس، يعني اللي بغيتو. غادي نطحنوا ان شاء الله مزيان، المهم واخا يبقى لكم هكا شي شويه مفرشش ماشي مشكل، معليش. هذا الشيء اللي كنت ها هو البنات طحنتو، صافي غادي نزيد عليه تقريبا واحد 100 غرام ديال الزبده اللي هي مذوبه، انا اللي درتها هنا درتها ذابت، غادي نخويها عليه. الا كانت الزبده البنات الحيوانيه يكون احسن كتعطي بعضها زوين بزاف. صافي غادي نحاول انني نخلط هادشي مزيان مع بعضياته ونخوي الخليط ديالي فوق المول داك الكحل اللي كيتحل من الجنب هذاك، اولا ديروا اي مول نتوما بغيتو. صافي البنات غادي ناخذ البسكوي ديالي اولا الصابلي وغادي نسرحو ان شاء الله مزيان فوق المول. صافي غادي ندخلو هكا للثلاجة غير واحد شوية شوية راسو بما وجدت الكريمة اللي غادي تكون ان شاء الله ساهلة، ونوجدو تشيز كيك بلا جيلاتين بلا جبن ان شاء الله، كريمة اللي غادي تجي ساهلة. نحاولو هكا نبكو عليه يا اما بكويس ولا غير هكا بيديكم بواحد سباتولا ولا لي كان. بالنسبة للكريمة البنات غادي نحتاج ليها جوج الأكياس ديال الحليب اللي غادي يكون مجفف، جوج العلب، جوج ديال الساشيات، وغنحتاج لستة العلب ديال الياغورت. أنا درت هنايا ديال البنان، نتوما كيبقى لكم اختيار يا إما بنان يا إما فاني، غير هو المذاق صراحة ديال البنان كيجي زوين بزاف، وحتى إلا بغيتو ديرو ديال هذا ديال الفاني راه حتى هو تيعطي مذاق زوين بزاف. ناخذ واحد المعلقه غادي نخوي هاد الحكيكات كاملين، وغادي نزيد تقريبا واحد جوج المعلقات ديال السنيده صافي. لحقاش اصلا دانون راه عندنا حلو، البسكوي عندنا حلو، باقا لينا ان شاء الله الطبقه اللي غادي تكون الثالثه. اسهل تشيز كيك غادي توجديه بعويناتكم مغمضين البنات، ودغيا كيوجد ما فيهش طول التماره بزاف، كيجيني ساهل صراحه ما فيه حتى تماره، قلت لكم ما فيهش طول التماره بزاف، قولوا لي فين هي التماره فيه، ما فيه حتى شي تماره ما فيه. صافي المهم انا غادي نخلي ان شاء الله هاد الحكيكات كاملين صافي، ونزيد عليهم هذاك الساشي ديال الحليب المجفف، جوج معالق ديال سنيده ايوا صافي، وعاد نخويه ان شاء الله فوق هذيك ديك الطبقه الاولى اللي درت حد ديال البسكوي مع الزبده، وندخلوها ان شاء الله للفران تكون العافيه على التشيز كيك ديالنا من الفوق، يعني المول نديروه لتحت والعافيه تكون عليه من الفوق، ناقصه البنات العافيه تكون ناقصه، ميم با واحد جوج ديال الدقائق ولا ثلاثه ديال الدقائق
صافي ونخرجوها. غير نقيسو هكا الكريمه ديالنا بصبعنا وتبان لينا نشفات صافي كنخرجوها، ما تخليوهاش اكثر من المقياس. دابا ان شاء الله البنات غادي ندوز باش غادي نوجدوا الكريمه اللي غادي تكون هي الاخيره. درت فيها هنايا جوج الكيسان ديال الحليب، جوج الكيسان ونص ديال الحليب، وغادي نزيد ليها البنات جوج العلب ديال الفلون كراميل. تقدروا ديروا في عوض فلون ديال الكراميل ديروا ديال الشوكولا، وتقدروا ديروا في عوض هاد لي فلون اللي هما صغارين ديروا هذاك الكبير اللي تيكون فيه السكر. انا غادي ندير دابا هادو جوج. صافي هاد الكريمه كتجي فين مع البنات، وكندير بها حتى التحليات ديال الكؤوس كتجي خطيره. وغادي نزيد معلقه كبيره ديال السكر وواحد شويه بحال نقولوا واحد معلقه ونص، وغادي ندير معلقه كبيره ديال كريم باتيسير. ملعقه تكون مملوءه، انا صافي مبقاش عندي ديك الملعقه هي اللي بقات، انا درتها صافي. غادي نخلط ان شاء الله هادشي كامل مزيان مع بعضياته، وغادي نردو فوق البوطه حتى كيغلى ليا، حتى كيغلى ليا ان شاء الله الخليط. عاد غادي نزيد عليه علبه ديال دانيت كراميل. بعد ما كنخرج تشيز كيك ديالي من الفران كيف ما كتشوفوا راه ما كياخذش الوقت نهائيا في الفران، كما قلت لكم واحد تقريبا ديك 3 ديال الدقائق والفران يكون ناقص البنات، ما يكونش الفران مجهد. وكما قلت لكم كتخشيوها لتحت والعافيه كتكون عليها من الفوق. اين فوق كتوليو كتاخذوا صبعكم كتحطوه على الكريمه من الفوق كتبان لكم ناشفه، يعني الصبع ديالكم ما كيفزكش لكم بالكريمه. هنا كتاكدوا باللي هاد الطبقه راها ناجحه معكم وراها ما يعني ما غادي تسيح لكم من بعد ان شاء الله ما حتى شي حاجه. صافي كيف ما شفتوا راها جات قابطه في راسها. هنايا الطبقه الثالثه والاخيره ديال الحليب مع الفلون، كذلك زدت عليها واحد العلبه ديال دانيت كراميل. صافي وغادي نبدا كنخوي هكايا غير بشويه بشويه باش ما كنحفروش ديك الكريمه اللي كتكون عندنا ديال الياغورت، يعني كنبقاو غير بشويه بشويه حتى كنخوي الكريمه كامله اولا الطبقه الاخيره كامله. صافي كنديرها في الثلاجه حتى كتشد في راسها وكتقبط مزيان في راسها. عاد غادي نولي كنخططها هكايا بدانيت كراميل اللي بقى ليا، وكذلك واحد الصلصه ديال الشوكولات، وبالنسبه للتزيين راه غادي تشوفوه معايا في الاخير. وبالنسبه لغديوتيها هي كيف كتشوفوا سوينيتي ديال الدجاج كتجي فنه وكتجي لذيذه. ما شهيتكم فيها رافقتها هكايا بسلطه مغربيه مطيشه وزويتينات وكذلك شويه ديال الخيار، مهم هكا باش كنوعوا.
وصافي هنايا راه كانت العشيه صافي تجمعنا على الطبيله ديال الغداء اللي كتكون حتى الخمسة ديال العشيه. وبالنسبه للتشيز كيك ديالي كيف ما كتشوفوا كيجي رائع، البنات كتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. فانا كيف ما كتشوفوا خططته هكايا من الفوق، درت ليه بحال شكل ديال الملفاي، خططت في الاول بدانيت كراميل وشويه وليت زدت صلصة الشوكولا اللي كتباع جاهزه صافي، وخديت هكا واحد الكيردو وبديت كندير الشكل بحال ديال الملفاي. وكيف ما شفتوا هنايا الطبقه راني كنوريكم كتجي متماسكه البنات وكتجي قابطه وشاده في راسها. هادشي اللي كيدير غزالات، كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلبكم، تكونوا دوزتوا معايا وقيته اللي هي زوينه. وما تنسونيش بلي لايك وتعليقكم زوينه، وتبارطاجيو القناه مع الاهل والاصدقاء اللي تاعهم الفائده، ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فما تنسوش انكم تشتركوا فيها. يلا خليت لكم الراحه.